الشاي الاخضر يا مدام. ثانك يو يا سالي. تأمريني بحاجه قبل ما امشي؟ لا يا حبيبتي. فيكي ايه من دول متغيره كده و... فيكي حاجه؟ Are you in love؟ لا love ايه بس، مفيش الكلام ده. انت هتتكسي ولا ايه؟ وبعدين حتى لو ان يور ان لاف مش هتعرفي تخبي. It's showing, you can't hide it. You're glowing. ايه؟ ايه glowing دي؟ انا بقالي 5 سنين انا اول مره اسمعها. glowing يا سالي، يعني you're shining، تلمعي. بلمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بره. بصي حضرتك زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه. والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم. احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين. يا شيخه طيب روحي هاتيلي المحفظه. اتفضلي. ثانك يو. خدي دول. ايه دول يا هان؟ دول كادو مني عشان انا I love people who are in love. شكرا يا هان، والله مغرقاني بكرمك. بقولك ايه، our life is short. اوكي هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير، بس مش هنحب ناس كتير. So if you're in love ومخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني، امسكي فيه. اوكي حاضر حاضر همسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. جود نايت حبيبتي، اشوفك بكرة. جود نايت. الو 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 كان اي سبيك تو سارة؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتون على التليفون مش عارفة أعمل معاه إيه. يا سالي يلا عاوز أروح أحضر الأكل. مش عارفة أرد عليه، مش فاهمة حاجة منه خالص. ألو؟ هلو؟ يس سير. I want to speak to Soha please. No, madam not here. When she's going to be back? She will be at home after 2 hours. Okay, can you tell her that I phoned her? Who's speaking, please? It's Mr. Joe. Mr. Joe? Who are you? This is Sally, her servant. Okay, dear. Please don't forget to tell her. Okay. It's urgent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally. Sally, I want a blue formal suit. Hard. انهي بروفيل؟ عنده 100 واحد. معلش حبيبي حقك عليا، جوعتك. لا يا ابني، كان الله في عونك. كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل، وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه اكلها. ما انا عندي اغلى منك، اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نتجوزك على طول. مش لما نجوزك انت الاول. هتجوز هنروح فين يعني؟ بسم الله. قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك؟ والله يا حاجه شغلانه زي الفل وقرفتها زي العسل. منك بس راضي عني. والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل. ادوني عربون 2000 جنيه. استفدت معاهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده. حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه، ما اتكهربش في باريزه قبل كده والله العظيم. مش هنعمل ايه بقى؟ هو مش تربيت لسه جميل الكهرباء؟ انت بتجاملني يعني؟ ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك. الو عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ على ميعادنا طبعا. انت ناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غنيه. ماشي
يلا مع السلامة. ايه؟ انت خارج؟ انت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل. اه مش سامع، ما انت عارف اني خارج. ربنا يهنيك يا ابني. وهتجيبها لي امتى؟ تظهر بس على ابنك، الصبر جميل يا عم جميل. انت عارف ابنك بيحب يتأنى. ليه؟ خير البر عاجله. إذا كانت حلوة وعجباك وشبهنا كده يعني، يلا اتكل على الله وربنا يوفقك. حاضر يا باشا، حاضر. حاضر يا كبرنا. تشرب شاي؟ أشرب شاي. بس كده. خلص أكل واعمل لنا الشاي. مش دلوقتي يعني؟ أيوه. ماشي. ايه سلامته الوحش؟ اسكت يا اخويا، دي بقت حاره لا فيها نخوه ولا جدعنه. وبعدين بقى فيله القيمه دي؟ ربنا يستر علينا، انا مش صعبان عليا في الليله دي كلها غير البت عسليه مبطوطه في النجاسه اوانطه. تسلم الايادك يا بيه. عسل. شكرا. تحب شطه؟ ها؟ لا انا من غير شطه. بس بقى ست زي ما بقول لك، انا راجل كسيب وصنعتي مكفي واقدر منها افتح بيت. طب وانا مالي؟ طب بقول لك يا بنت، انا عايز اعيش معاك. تعيش معايا ازاي يعني؟ عيش معاك ازاي ايه؟ عايزك حلال يا بنت. ايه؟ كده السكوت علامه الرضا؟ حسن، في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الأول. أنا عايشة مع فطون أختي الكبيرة ولوحدينا، زي ما أنت عارف أنا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس أنا معايا إعدادية. تعرف إن أنا كنت جايبة مجموع 98؟ كنت الأولى على المنطقة كلها. ده نفسي أبقى دكتورة، دكتورة كبد عشان اعالج ابويا وامي الله يرحمه. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا وحقها.